أم الخير هو أنا أسمع كلام حد غيرك؟ ولا ودني دي خشها كلام غير كلامك؟ أنت سحرالي ولا إيه؟ سحرالي بس بودي. قول صباح الخير. صباح. ده بدل ما تقولي لي عايز إيه؟ هتكون عايز إيه؟ مش عايز حاجة. عايزنا داري على فضايحك وعلى مصايبك. أنا عايز أفهم بتودي الفلوس دي فين يا ولد؟ تصرف على اللبس وعلى المطاعم وعلى الطيارات رايح راجع. ويا ريتك بتعمل كده مع نفسك وبس، أنت حر. لكن كلكم والواد حسين اللي مات في طيس وحرق قلب أبوه وأمه ده كوم. عايز أفهم بقيت الفلوس دي بتوديها فين؟ طب وكتاب الله أنت ظلماني. أني فسوخة عند الناس دي يا شلباية. منظر عشان أخلي العيال يسافروا. اقعد معاهم اطمعهم بحكاياتي عن السفر لروما وميلانو وهمام في امستردام والنمر الاسود. ايه باستا نينتي؟ اصلات لي عيالين ثلاثه واوديهم هناك عند ناس قرايب ولا غرايب. هو القرشين اللي بيطلعوا لي يا دوب حق الاكل والشرب والمنظر واللبس وطبعا تذاكر السفر. يعني ما بيطلعلكش حاجه. تحت والاناه عرق وسيحنا دم. تقعد معايا وتدور الشغل. وهو جوحة أولى برحمة طارو. مش بالساهل يموتوني. وبعدين أشتغل معاكي فين؟ هنا في تل شبورة؟ يا أختي مالها تل شبورة؟ يا مولود في باريس. طب بالك تل شبورة دي فيها فلوس مش موجودة في البنك المركزي. ولو مش عايز ممكن قوي اديك مفتاح شقه المهندسين او فيلا التجمع الخامس. ايه رايك؟ واشتغل بقى معاكم في الضحك؟ نضحك على الناس ونلم فلوسهم؟ ايدك بس والفلوس يا عم الفسوخ. ونشغلها في توظيف الاموال مع شيوخ المنصر اللي انتوا شغالين معاهم؟ كلنا شيوخ منصر يا حبيبي، بس كل واحد بطريقته. أنا بشفط فلوس الناس، لكن أنت بتتاجر في أرواحهم، بتاخد روحهم. الجميزة دي زي الآثار والمعابد، أقدم شجرة مصرية، تاريخ في تل شبورة، حي وشاهد وبيتنفس. ده بيقولوا هيقطعوها عشان مش عارفه هيعملوا هنا بين موقف ولا طريق ولا بصريه. مش هخلي ايد واحده تقطع فرع من شجره في تل شبور. دي مش ايادي بتقطع يا حضره العمر، دي منشار مناشير. ابله صفيه، ابله صفيه. ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه العب كاراتيه. اشمعنى كاراتيه؟ عشان اضرب العيال اللي بتضرب. احنا بقى عايزين صاله زي بتاعه صلاح ابو دهيه. صاله ايه دي؟ شم يعني. الله يوكسك. يا ابله صفيه، ابله صفيه، عايزينك تدينا انجليزي. حاضر يا حبيبتي، بس واحده واحده عليا. عايزين بقى اتوبيسات تودينا معرض الكتاب. ياه، اخيرا حد بل ريقي في البلد دي. ده انا هعمل لك معرض كتاب تل شبوره الدولي. ايه يا بنت كاتك؟ ايه ما تتفضلي معانا يا دكتوره نعمان. قدام ليك حق، ليك حق تبصي في الارض. بقى اللي جابت البولوس لامك قاعده تتسايري معاها تحت الجميزه؟ ها؟ ما لقيتيش غير الاشكال دي وتقعدي معاها؟ امال القران قال؟ ها؟ القران قال اللي بتحفظيه للبنات، القران قال. سيبيني بقى يما. ما اتغيرتش يا رفايده. من وانت عيله صغيره كنت تغلطي الغلطه؟ وتقعدي تعيطي وبدل ما نزعقلك نحضنك ونطبطب عليكي. انا ما عملتش حاجه من اساسه عشان تقعدي تزعقلي الزعيق ده كله، وتقعدي كمان تقولي لابويا عشان ياخد نصيبه وكمان بالزعيق. نقول لك معلش. منك لله، منك لله يا مرات خواجه. انت يا بنت انت وهي بتلعبوا فين؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ انتوا في مدرسه محترمه.
وازاي بتلعبوا وانتوا مش لابسين الحجاب الشرعي؟ يمين بالله قسم وحسب عليه لا لبسكم كلكم اسدال. جيل المهبب استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم. مالك يا استاذ مش الحجاب؟ مالك في ايه؟ مفيش. جيل المهبب يا استاذه منار. مش واخدين القدوه يا استاذه منار. بنات بتلعب عادي كده في المدرسه ولا لابسين حجاب شرعي ولا مهتمين بحاجه، انما انت ما شاء الله عليك يعني تبارك الرحمن حاجه تفرح. فاتني فاتني في الحجاب والله. يعني من غير مؤاخذه بس يعني هو يعني من غير ما تزعلي مني، هو لو يعني شويه الشعر دول يدخلوا جنب الحرير اللي تمرني بحاجه يا استاذ حافظ. لا بتقوى الله وامرك بتقوى الله. لا حول ولا قوه. صباح الخير يا حضره المدير. صباح الخير. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتجننتي يا بنت؟ اتجننتي؟ ازاي تتكلمي مع عمك كده؟ ايه بتكلم ازاي؟ بتقولي غلطانة وبالك انا مش غلطانة، ما غلطتش في حاجة. صاحبتي قاعدة تحت الجميزة مع حضرة العمدة، أجربت عشان عايزة أقعد معاهم. حضرة العمدة دي شيطانة، شيطانة. شوفي نفسك، كنت عايزة تقعدي معاها بس، وبتكلم أمك إزاي؟ أمال لو قعدت معاها كنت هتكلميني إزاي بقى إن شاء الله؟ هو في إيه؟ هو إحنا ليه كده؟ ليه كل الناس مش زينا؟ عدوا ليه كل الناس عدانا؟ ليه؟ عشان أخوكي اللي مرمي في السجن، عشان كسرة أبوكي في الجماعة اللي كانت عمره ودمه وروحه، عشان اللي باعونا وسابونا وباعوا كل اللي آمنا بيه وصدقناه عشان قرشين يتخانقوا عليهم ولا عشان يتشهروا في التلفزيون والنت، عشان البهايم اللي حوالينا حاولنا نفهمهم الصح وبرضه ماشيين ورا شيطانهم. وايه اللي فهمك ان هو ده الصح؟ جبتي منين اليقين ده؟ يا بنت ايه؟ واخده لك حصتين فلسفه وطلعيهم على العيين؟ بقى كل اللي انا قلتهولك دي وكل البهدله اللي طول عمرنا فيها ولسه بتقولي لي جبت اليقين ده منين؟ طب وده ايه علاقته؟ وده علاقته بأننا معزولين، بنكره الناس وناس بتكرهنا، كل حياتنا في الدره، كأننا عاملين جريمة ولا سارقين سرية. لا أهو جه اليوم وبقينا قابضين على جمرة من نار. أمال إيه؟ اللي قابض على دينه زي اللي عامل جريمة بالظبط. يعني كل الناس دي مش قابضة على دينها؟ يعني مفيش غير الإخوان بس هم اللي قابضين على دينهم؟